كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. الو سي عمر زيد، انت مقاول، ربما عندك واحد المشكل مع الجماعة الترابية لأي الدود إقليم الصاويرة. درتي واحد الاعتصام قبل لحظات من الآن أمام مقر عمالة الصاويرة، يعني شنو المشكل ديالك سي زيد؟ المشكل ديالي نعمس، أنا خدمت في الجماعة، أنا صاحب مقاولة تي بي سي زيد، خديت مشروع تصادق عليه، خديت لور تيربيز. شحال باش خديتي مشروع؟ باش المشروع؟ المهم ما عنديش تقريبا، المهم أنا المهم خدمت تقدير خمس شهور تقريبا. خمس شهور هادي؟ نعم خدمت، المهم ضربت 50% ديال الخدمة، دفعت 13 مو ديالي كيف الناس، فإذا به كانت تفاجأت يقولوا لي راه الداخلية مازال ما صيفطتش لينا الفلوس، راه حكا عندنا اونيفو ديال الرباط، ومرات يقولوا لي العمالة. أنا ما بقيتش عرفت فين كاين المشكل، وكتعرف المقاولات الصغرى والمتوسطة أصلا راه شنو المارشي اللي كان عندك معاهم؟ كان عندي لاسينيسمو ديال أي الدود. تاع أي الدود. خدمت وحطيت 13 مو ديالي وطلبتهم وما خليت ما درت، فإذا به أنا دابا الشيكات كيطيحوا ليا ديال لي فورنيسور، والخدامة تابعيني حدا الدار ديالي، أنا ما نقدرش نمشي مازال لحدا الدار ديالي، كلشي كيتسني. يعني مازال ما درتيش شي لقاء مع شي مسؤول معين أو رئيس الجامعة تما؟ رئيس الجامعة مشيت مرارا، فإذا به تيخرج كاع ما تيهضرش كاع معايا. ما كيستقبلكش نهائيا. ما تيستقبلني، خصك تبعو في الكولوار باش تهضر معاه. ما تعطيكش وقت. ما تعطينيش وقت، خصني تبعو في الكولوار باش نهضر معاه هو إلا سمعني. من غير رئيس الجامعة ما تقوليش شي باب. رئيس الجامعة تيقول لك أنا ما عندي حتى مشكل، المشكل كاين في الداخلية، ما صيفطوش لينا الفلوس. وحنا كنسمعوا الخطابات ديال سيدنا فيهم بانكم تسرعوا من المقاولات، تساعدوا المقاولات وتخلصوا المبالغات ديال الوزارات، وحنا جينا دابا اعتصم قدام السيد العامل انه يتدخل ويشوف لي انا هذا المشكل مع هذه الجماعات. يعني ما درتي ما فكرتيش دير لقاء مثلا مع السيد العامل او مع شي مسؤول معين اخر قبل لقاء؟ لا ما بقاش عندي الوقت فين نطلب، انا الشيء كيطيح عندي اليوم. وهادشي اللي خلاك دير اعتصام؟ انا ما يمكنش لي، انا اهون لي هنا من الدار، انا الا جلست في الدار غادي نموت، غادي يقتلوني الخدامه، راه الناس كلشي كيتسني، حتى شي واحد ما غادي يصدقني بانني انا راه ما تخلصش في هذا. شحال تقريبا مجموع المبالغ اللي كيتسالوك مثلا؟ انا كتسني واحد 160 مليون. 160 مليون؟ اي كتسني واحد 160 مليون. نعم. انا دابا راه كنسال في الجامعات، جوج جامعات 250 مليون. من غير هذه الجامعه تاع عيد الدود؟ من غير جامعه عيد الدود كاينه جامعه سميمو. والجامعه تاع سميمو نفس المشكل او لا؟ نفس الاشكال، الرئيس كيخدم وكيجري على هذاك الشيء، بعدا كيجاوبني. الرئيس بعدا تيقول بينما انا غادي بينما ولكن حنا ما عرفناش دابا شكون المسؤول على هادشي هذا. نعم. حنا تيقولوا الداخليه، تيقولوا فلوس الداخليه هكا دايره، حنا المارشي ما تنعرفش فيها انا فلوس الداخليه، ملي كيتونكاجا تنسمع بان تونكاجا تنعرف بلي الفلوس كاينه في الخزينه، والا راه خصها تجي فوقتها. حنا دابا كنتسناو بالشهور، راه 25 في شهر 5 انا حاط 13 مو ديالي. نعم. حاط 13 مو ديالي. ودابا انا راه مازال ما عندي والو دابا. دابا تقريبا شحال المده الزمنيه باش درتي هذا الاعتصام قعدتينا تقريبا؟ انا دابا ما يفوق ساعه، ما قالت شي ساعه تقريبا، ساعه الا ربع. باش انا دابا ما جاش شي حد تحاور معاك؟ لحد الان انا ما كاين حتى شي واحد من غيركم. نعم. انا زي ما عنديش حتى فين نمشي سي سعيد، ما عنديش فين نمشي، الا مشيت للدارية راه غادي يقتلوني الخدامه، والشيكات كيطيحوا. انا باش نمشي على 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 الشيكات، اللهم نكون هنا قريب السيد العامل والخزينه هما اللي يعجبهم. يعني كتشوف بانه هنا مامن؟ انا هنا مامن ليا، انا راه البلاصه اللي لقيت فيها الامان ديالي راه هي هذه، انا راه خاصني الا بغى يجودوا عليا يجودوا عليا بشي كويطه اللي تحل المشكل. نتمنى خير سي زيد ان شاء الله. بارك نتمنى خير الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.